مداخلتين من فهد الروق و انا بعتبر نفسي المسؤول. اذا اعطيتكم مع فارق التشبيه، بس نفرض انه انتم اللعيبه المستجدين وانا المسؤول، اذا اعطيتكم بتديرون ظهركم تروحون، ما عاد لي قيمه. ليش بنقول لك شكرا؟ لا ما تكفيني، فلان ساعدنا. لا ما تكفيني، خلينا هنا يعني. نبي استمتع يا اخي بالبشت والجلسه اللي انا فيها، وانكم تستجدون. وبرضه لو استجديت والله العظيم، وبرضه لو استجديت وعطيتك بتروح. لا خلني شوي معطيك يا رجال، بس خليك شوي. لا بس هذا تعذيب، وهذا اللي قاعد يصير. قاعد ترى والله كوميديا سوداء، لكن والله هذا اللي قاعد يصير. تو ماتش يا ابو عمر، والله مو تو، والله مو تو ماتش ابو عمر. لو تو ماتش سعود عبد العزيز ترجع لي بعد ما قعدته عشان قريب من بشتك. بس اذا ما اذا معليش، لا خليني اكمل. اذا ما هو استجداء عبد الهادي سالم ونقطه، الدكتور ما حفظ الالقاب تحطه مسؤول عن الرعايه عن صندوق عشانه قريب من بشتك؟ لا يا اخي، انا ابو عمر بس مو هالطريقه، مو هالطريقه والله العظيم. لحظه لو سمحت، هو اللي قاعد يصير يا ابو عمر يا حبيبي، مو لهالدرجه هذه. بعد احنا نصور المسؤول اذا تسمح لي، هذا انت رايك الشخصي، لكن مش لهالدرجه انه المسؤول اليوم عن الرياضه كمان يقول لك ها لا خلينا نستجدون اكثر، خلينا نعذبهم اكثر. مو لهالدرجه يا ابو عمر، حرام عليك يا رجال. وسعود العبد العزيز في النهايه خبره كبيره يا اخي، المسؤول يرى انه هو خبره كبيره ولا في زيه يعني. لقد اسمعت، لا خليني اكمل جوابي. لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياه من لمن تنادي. والله العظيم ويمينا نحلف هذه الليله بنصوم بعد شوي، لو هذا الاستداء ما يصل على ايام الحمام الزاجل دي، وصل اذا على هالتقنيه والحدث. الرجل قاعد موات في المستشفى سنين، فتره طويله، كابتن فهد الحمدان الله يرحمه ولا حد سال فيه. محمد الخليوي اللي لاعب في كاس العالم مرتين ومن نجوم كره القدم السعوديه، شغال مدرب في اكاديميه طيب خاصه. طيب يا اخي المسؤول يقول لك يا اخي انا اديت واجي وقدمت، وش اللي ادى؟ وش اللي ادى يا اخي؟ سيدنا عمر يقول والله لو ان بغله عثرت في العراق لخشيت ان يحاسب عليها عمر. دي بغله في العراق واوادم. طيب. اوادم عشان ما البسها وبيش ابو عمر.